بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم بودنج التمر بالشوكولاتة، يعني بودنج رائع متناسق التمر مع الشوكولاتة، ماشيين مرة مع بعض. عملنا مقدارين، مقدار عملناه للرجال صينية مسطحة بدون كريمة، حطينا الكريمة جنبه. الحريم عملنا لهم الصحن الطويل العميق، عملنا مقدارين مضاعفين. هذا صحن الحريم مزين ومدندش طبعا، وصحن الرجال سمبل وبسيط. الحريم حطينا الكريمة من فوق عشان كل واحدة تغرف وتطلع لها الكريمة. بصراحة مرة طبق لذيذ ورائع، عملته زمان في كتاب من كتبي، وكل اللي طبقوه عجبهم. يعني لا هو كريم كراميل زي الكريمة كذا، لا هو كيك ألين من الكيك، مرة لذيذ مع الكريمة، ويتقدم ساخن أو بحرارة الغرفة، يعني في الاثنين مرة لذيذ. ما جربناه بارد لأنه ما شاء الله ما يقعد. هذا الكتاب قديم الحين، خلصوا كتبي، لا تقولون وين كتبك من زمان. بودنج التمر بالشوكولاتة ما غيرت فيه شيء، تمر مقطع، شوكولاتة سيمي سويت شوكلت بيسز القطع الصغيرة، جوز، صفار بيض، بياض بيض، فانيلا، كريم تارتر، طحين شوية، سكر، لازم سكر، لو في تمر لازم سكر، بس هذا هو، وبيكنج باودر. نشوف الحين طريقة مع بعض. أول شيء وعاء يكون غاسلينه بماي ساخن، والمضرب بماي ساخن، ونشفهم بمنديل مو بفوطة. تمام، نحط بياض البيض، نحط السكر بالتدريج، طبعا وكريم ترتر، هو بودرة بس اسمه كريم ترتر. لما ينفش البياض تمام نشيله، نحطه في وعاء على جنب في نفس الخلاط، ما نغسله، ما يحتاج نغسله، لان حنخلطهم بعدين كلهم مع بعض. لو بقى في شوي بياض ما في مشكلة. نخفق الحين الصفار، نخفق الصفار، نحط السكر بالتدريج مثل ما انتم شايفين، ما نحطه دفعة واحدة، كذا شوية شوية. حتى البياض حطينا له واحنا نخفقه، حطينا له نص السكر. الحين نحط الطحين، نحط البيكنج باودر، ونحط الفانيلا للصفار، خليط الصفار. السكر قسمناه قسمين، نصه حطيناه مع البياض ونصه مع الصفار. صار عندي هذا الخليط. الحين نحط التمر، التمر مقطع، التمر مقطع، نحط الجوز، نحط الشوكولاتة، نقلبهم بالمضرب هذا اللي حق الكيك الخاص، أو ملعقة عادية ما في مشكلة أي شيء. طبعا أول شيء حيتعبنا شوي، حيكون ثقيل. نحط البياض، البياض نقسمه على ثلاث أقسام، نحطه ما نحطه دفعة واحدة. نحط أول قسم، نقلب لما يختفي تمام، نحط القسم الثاني، حيكون أسهل في التقليب. القسم الثالث حيكون مرة أسهل، ما يتعبنا بالمرة. نقلبهم تمام بالإيد، ما يحتاج مضرب، بعدين يذوب التمر بالإيد. هو ترى ما يتعب كثير، لا تخافون، بس يعني أنا قاعدة أشرح لكم بالضبط. نحط وعاء مدهون، هذا وعاء عميق كثير، عملنا له مقدارين. والصينية البايركس عملنا لها مقدار واحد، الصينية البايركس الحجم الوسط، مو الكبير ولا الصغير مرة. لازم نحطه في حمام ماء، ندخله فرن وسط 350، حسب يعني هذا مثلا 45 دقيقة. البايركس هذا المسطح أقل طبعا، أخذ منه يمكن 35 دقيقة، حسب أنتو الفرن حقكم. هذا رشينا شوي جوز هند وفستق، بس حطينا الكريمة، كريمة خفق بدون سكر، بس خفقناها شوي، تصير شوية ثقيلة بس مو مرة، لسه سائلة. أحلى شيء، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، يعني هذا مرة مرة لذيذ بصراحة، حيعجبكم بإذن الله، وسهل وسريع، ما يبغى له شيء. شايفين شكله مرة، طعمه لذيذ.